هم يعني صار عندهم حرب، ما عندهم بيت، ما عندهم أكل، ما عندهم ولا شيء، فلازم نتبرع لهم. واجب علينا نتبرع للسوريين، دلنا نقدر نتبرع لهم، نفس أخواننا يصيرون. بأطفال وكبار سن وشباب ومن بلد أصبحت في طليعة البلدان في العمل الإنساني، لبت أعداد من المواطنين والمقيمين دعوة التبرع لأهالي الغوطة في سوريا. الحملة التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتية تستمر 3 أيام وتهدف لتوصيل المواد الغذائية للمحاصرين هناك. اليوم بدأنا حملة الإغاثة لإخواننا وشقائنا في الغوطة الشرقية المحاصرة التي محتاجة مساعدات إنسانية وإغاثية من كافة المجتمع الكويتي. أتكلم عن المواطن والمقيم في على أرض الكويت. إحنا موجودين في الأفنيوز من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء، نحتاج الدعم من المواطن والمقيم للتبرع لصالح إخوانهم في الغوطة الشرقية. تعاوننا مع جمعية الإغاثة الإنسانية التركية الاي اتش اتش، وهم بدورهم طبعا تعاوننا معهم، وقعنا اتفاقيات تفاهم، وهم بدورهم طبعا وصلوا المواد الغذائية للعوائل والحليب الأطفال. إعداد فريق متكامل لحملات الطوارئ مجهز فنيا ومعنويا سبب رئيسي في نجاح معظم الحملات التي تشرف عليها الجمعية. الحملة من الحملات اللي تصير طوارئ عندنا بالجمعية اللي تحدث فجأة. طبعا احنا عندنا يعني تيم كامل عشان يجهز الحملات اللي تكون طوارئ فجأة، فطبعا هذه تكون فيها شوي استنفار في الجمعية. اختيار المجمع الذي يتردد عليه جميع شرائح المجتمع فضلا عن التعاون البناء من إدارة المجمع عاملان جعل من الإقبال على التبرع أكثر من المتوقع. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.